اهلا ومرحبا بكم في موقع عزف دوت كوم. معكم انا احمد الويسي في سلسله اسرار العزف على العود. في الحقيقه من واقع خبرتنا احنا كمدرسين ومختصين في اله العود درسناها على مدى سنوات طويله، في اشياء بتيجي من خلال الخبره، يعني ما بندرسها، من خلال الخبره بنبدا نكون هذه الخبرات المتراكبه. طبعا في سلسلة أسرار العزف على العود راح أطرح هذه الأسرار والخبايا اللي إحنا كلنا محتاجينها، وكل حدا مهتم في آلة العود وقاعد بتعلم آلة العود راح يحتاجها. هذه الأسرار مش بس راح تفيد المبتدئين، لا، أنا دائما بركز في مجهودي وفي مقاطع التعليمية إن أنا أخاطب كل الفئات، فراح تفيد أيضا اللي عنده خبرة والمتوسطين والمتقدمين كمان إن شاء الله، راح تفيد الجميع. هذه السلسلة من أسرار العود راح تكون دروس ما بتتجاوز دقيقتين إلى ثلاث دقائق، بس بنحكي فيها هيك وندردش عن أسرار العود ونتعلم سوا كيف إنه هذه أشياء بسيطة بس ما حدا بيذكر لنا إياها. ليش؟ لأنها مهمة جدا، وما بعرف ليش البعض ما بيذكرها، الله أعلم، بس أنا ما لقيت إنه من واجبي إن أنا لازم أطرح هذه السلسلة لحتى يستفيد الجميع. تمنيات لكم بالتوفيق، وبتمنى اللي يعجبه الشرح يعمل لايك وشير لحتى يستفيد الباقي من أصدقائه من هذه السلسلة. إلى اللقاء.